طيب نفتح فرصة للمداخلات، وأنا عندي موضوع جاي له، جاي له يا الجماعة ولادات التراب اليتامى ديل، فهمت؟ الليلة جايينهم، فرصة مفتوحة للمداخلات. طيب الشعبيين جو، الشعبيين لأنه افتح البتاعة دي، لأنه يعني خبى نجمهم وأفل نجمهم وهم أصلا في الحضيض، دايرين الآن يطلعوا. الأسبوع الفات مشوا اشتغلوا في جامعة السودان، نبذوا الصحابة، وقال واحد كادر منهم قال، قالوا له يا شيخك الترابي قال أنا أعلم من الرسول، قال صح وأنا ذاتي أعلم من الرسول، قال لأنه قال أنا بتكلم الفرنسي والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم الفرنسي، ها؟ والبليد ما بيفهم، ما هو شعبي يفهم كيف ذاته، فهمت؟ لأن يا أخواننا كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا لغة العرب، هذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام. اللغة دي ما يزال بيتعلمها، هسي في شيوعين بيتكلموا فرنسي، هل ده معناته هو أعلم بني آدم؟ ها؟ في واحد شيوعي بيتكلم روسي، هل ده معناته هو عالم؟ هل معناته هو عالم يعني؟ فده كلام ذاته غبي، لأنه اللغة ذاتها سواء كانت عربي ولا غيرها هي من علوم الوسائل وليس من علوم الغايات. الزول بيتعلمها عشان يصل بها لشيء معين، فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فربنا سبحانه وتعالى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سماه في سورة الأعراف النبي الأمي، حتى لا يقول أحد من الناس إن رسول الله يعلم لسان يهود لغتهم يعني، أو يعلم لسان النصارى، أو يعلم لسان الفرس، أو يعلم لسان الأعاجم، وإنما أخذ هذه العلوم من الأعاجم، لأن مكة كانت كلها عرب، والعرب كانوا ناس في الصحراء ما كان عندهم علوم، ما كانت مشتهرة أمة العرب بعلوم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أخبار الأمم الماضية، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الطب، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في ما يصلح الحياة. العرب زمان معروفين إنه أهم أي واحد فوقهم إنه يشتري له فرس جديدة ويكون عنده 12 ناقة، فهمت؟ ويتداوسوا في الحرب، زي ما قال الشاعر: وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. كان ده الشغل بتاعهم، ما كان همهم علم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب أو لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا بيديه ثلاثا، يعني 30 يوم، فهمت؟ فده من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده ده من المعجزات. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع غير البشر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما كان في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع ابن عباس، كان الشجر الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهي أنت وشيخك يا تو حجر السلام عليكم، ها؟ الشجر في حديث جابر عند صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يوما أن يقضي حاجته، وكان صلى الله عليه وسلم يبعد من أعين الناس، قال: فما وجد شيئا يستتر به، لا لقى حجر، لا شجر كثير، لا لقى له ربوة تراب فوق، قال: فما وجد إلا شجرتين، قال: فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءتا تخطان الأرض بشقا في الوطا، قال: حتى استتر بهما ثم أمرهما فعادتا. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع الناقة، تكلم مع الناقة عليه الصلاة والسلام، ولما كان الرجل يضرب راحلته فبكى الجمل وشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يرفق بهذا الحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب في منبر قبل أن يصنع له غلام من الأنصار منبرا، كان يخطب على أعواد، فلما وعلى جذع من نخل،
فلما أتي بالمنبر الجديد حن ذلك الجذع وله أنين كأنين الصبي. قال: حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتزمه وسكنه، قال حتى سكن. ده انت تتكلم معاه. النبي عليه الصلاة والسلام ورانا أمور بتاعت غيب. قال في صحيح الجامع لعلي بن أبي طالب: أشقى الناس صاحب الناقة، ناس ثمود، والذي يضرب هذه حتى يسيل منها الدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح الجامع، كويس. فكيف قتل علي رضي الله عنه، وكيف مات علي؟ مات علي رضي الله عنه مضروبا على وجهه فمات منها رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأمور كثيرة، تنبأ بأمور كثيرة وقعت، أغلب أو كثير منا وقع عليه الصلاة والسلام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم فرنسي وإنت بتتكلم فرنسي، دي العقدة بتاعتك يا ترابلي، دي العقدة، فهمت؟ يعني يمشي يتكلم بالفرنسي ويتكلم بالإنجليزي، هل كده حلت لنا مشاكل البلد؟ الترابي ده ما كان ماسك البلد دي بالفرنسي بالإنجليزي بالعربي بالرندوق، حلت لنا مشكلتنا؟ الدولار بقى هناي، الجنيه بقى يساوي 12 دولار بالفرنسي بتاعك. قال: بالرغم من أننا جئنا بثورة علمية إلا أننا أكلنا حتى أموال المعلمين، مجلة الدستور سنة 98. وقال: في الماضي أكلنا أموال الشعب السوداني وسخرناها لمصلحتنا الخاصة، أستغفر الله. كويس، تستغفر الله، لكن في ثلاثة شروط إذا كان الذنب بينك وبين الله، وفي شرط رابع إذا كان بينك وبين خلق الله. إذا كان الذنب بينك وبين الله في الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى الذنب، وإذا كان بينك وبين أخوك حاجة مظلمة، فالعلماء قالوا إنك ترجع للزول مظلمته. مش الترابي أنت مت وقلت أكلت أموالنا، إحنا دارين أموالنا دي إن شاء الله أضرب بها باسطة، أنت مالك ومالك، فهمت؟ جيب اديني قروشي قروشي هالسيناو زي ما قال العاطل ذاك، جيب اديني قروشي هذول وما بخليها. شفت الترابي ده بالذات كان عافينا البشر ديل كلهم، ما بنعفى الترابي ده، دارين حقنا، فهمت؟ فده كله شغل بتاع هوس، فده الشغل بتاع الشعبيين، وده الشغل بتاع الاخوان المسلمين، فهمت؟ وديل المرقت منهم المناهج بتاعت التكفير، ها؟ ناس سيد قطب وحسن البنا وغير من قيادات الاخوان المسلمين، وده المرق، الفكر المرق منه داعش، ده الفكر المرق منه داعش، وده حتى باعتراف قيادات الاخوان المسلمين، فهمت؟ فانا دار اقف لك مع بعض ما في هذه الكتب من الضلالات مما عند هؤلاء الناس. ده القرضاوي كتاب اسمه مستقبل الاصوليه الاسلاميه، يباع في الدار السودانيه للكتب. الغريب انه الاحزاب دي، الاحزاب الموجوده في البلد دي في الجامعه ولا غير الجامعه، الواحد بيعمل لك فوق الواد علمي والواد بيقرا والواد فاهم، وبجينا بيدياته ساكت، دار يفتكر براو، لا الف ولا تعب ولا نجر، فهمت؟ بس داري يلقى الكفر ده سائل كده. انت ود ما تخلي عندك قرعوبه، انت لو ود نجيط انت ابقى ضال براك، انت ليه تبقى ضنب، فهمت؟ فهنا الصفحه 17 18 بيتكلم عن الحركه الاسلاميه، ودخل فوق الناس كلهم، دخل فوق قال السلفيين، ودخل فوق الصوفيه، ودخل فوق التكفيرين، قال دير كلهم تبع الحركة الإسلامية. طبعا عندهم حاجة اسمها الحركة، لابد تتحرك للدين. أهو وتحركت دار تتحرك بشنو انت؟ انت بس موضوعك كله حوامة بس، فهمت؟ طيب، قال هذا هناك فصيلة تكفير، وقد ظهروا أول ما ظهروا في مصر، وده من قادات الإخوان المسلمين الآن، الدكتور يوسف القرضاوي ده اللي بيمدح إسرائيل، لأنه الليلة قايم لين عبد الحي يوسف ومصور مع الزول ده، مصور مع القرضاوي واقف معه، فهمت؟ ده قال بحيي، قال الإسرائيليين، قال في الانتخابات حقتهم فازوا بنسب معقولة، ما زي النسب اللي عندنا في العالم الإسلامي 99.99%. قال لو أن الله عرض نفسه على العباد لما نال تلك النسبة. ده القرضاوي، وده طبعا تشبيه الله بخلقه، وده كفر بالله، فهمت؟ فعبد الحي يوسف واقف معه وجايينه لك إن شاء الله. هنا بيتكلم قال عن التكفيرين، قال هناك فصيلة تكفير
وقد ظهروا أول ما ظهروا في مصر وهم يتبنون فكرة تكفير المجتمع. عشان تعرف إنه ناس داعش ديل جايين من وين، لأنه ما يزول يقول لك زول ده مقصر إزاره وزول معفي لحيته واحدة منقبة فهمت ولابسة اللبس الشرعي، دي تعتبر من التكفيرين أو من داعش. لا يا أخوانا ده مفهوم باطل ومفهوم غلط فهمت. قال أي جماهير الناس بالجملة، يعني ديل بيكفروا لك الناس شد بالجملة. قال إلا من آمن بمبادئهم وانضم إلى جماعتهم فدخل فيما دخلوا فيه فهم وحدهم جماعة المسلمين، وهذا هو الاسم الرسمي لهم، وليسوا مجرد جماعة من المسلمين. وجميع الناس عداهم كفار مرتدون، وربما عند بعضهم لم يدخلوا في الإسلام قط نهاية. قال وإن قالوا لا إله إلا الله لأن يعرفوا مفهومها الحقيقي، وهذه النظرية في غاية الخطورة. أصل القرضاوي عرف الموضوع ده من بدري، عارف والكلام ده مرق منه. قال لأنها تؤدي إلى استحلال دماء الآخرين وأموالهم حيث سقطت عصمتها بالكفر والردة، لأنهم بيكفروا لك الناس وبتسقط بالردة. طيب، والكلام ده ألفه سنة 1417 يعني 1996. طيب، قال وقد بينت في كتابي الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف أن بداية ظهور هؤلاء كان في السجن الحربي الذي صبت عليهم فيه صياط العذاب صبا، فقالوا لا يمكن أن يكون هؤلاء الذين يعذبوننا لدعوتنا إلى الله مؤمنين، إنهم كفار وأكفر منهم من أمرهم بتعذيبنا من الحكام، وكل من رضي بهؤلاء الحكام وصفق لهم فهو كافر مثلهم. ما تشتغلوا بالصفقات دي، الصفقات دي تعبانة، بتشوف صفقة كده تقول يا سلام الناس زي النجاط، ما في حاجة. الصفقة دي يا تلقاها كلها شيوعيين يا تلقاها نصها جبهجية، أصل الجبهجية بيزرعوا في التنظيمات دي، تلقاهم ونحن وبنسكب مطر الدم وتم تررم تررم، وحكاية القردة شالت نبقة جدعت نبقة وخلت نبقة، النبقة ده ذاته تلقاه تابع للكيزان، هو الساكت تنظيمات فارغة، مش بتلقى شيوعيين وما عارف ليك نحن وحات شنو كده ما عارف الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني وانا الشوك الكتر انجرجروني وانا الجن اللي بيخلي الكوز ينوني كذاب ساي، هو الكوز ذاته، هو ذاته الكوز ده، هو الساكت. عشان كده انت استفيد، انا عشان بنحترم الطلبه بنجيب لك كلام بوثائق وكلام بكتب، لكن ده غير الصفقه، وانت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعه خمنا لا انت يلقوك لا انا، ما بتلقى عندهم حاجه والله، ما بتلقى عندهم ايش، هو الساكت. أسألك الله، أنا لو داير أرقص ولا أقل أدبي لدار لا تنظيم هسي، أهلنا العرب قالوا الرقيص مو فراسة قلة حيوان في ناسة، تعرف تنفنس بترقص هس ياخدي جامعات، عليك الله دي جامعات يكون فيها الرقيص وأولاد وبنات ماشيين وبعد شيء بكون في قطع راحت وكلام كثير هس قاعد في الجامعات دي فهمت، فما تضيع زمنك مع دير، والله ما بتلقى عندهم أي حاجة، أي حاجة ما بتلقى عندهم. ونحن كسودانيين المفروض نشوف مشاكلنا، نحن ما عندنا ذاته، ما عندنا المؤهلات كويس والمهارات بتاعت قلة الأدب ما عندنا، يعني السودانيين ده لو مشوا السعودية أنا ما عارفوا يسووا شنو، هناك الناس ما بتتكلم عن إنه دارين ناكل ودارين نشرب، والناس تلقاهم قاعدين في حراية زي دي، ما في شغلة زي دي. أنت لو بتخش جامعة وبتقرأ بتدوق قروش، ما في زول بيقول داير عربية أو داير أشتغل عشان أسوي عربية، أسي خليك من الطلبة، أمسك الدكاترة بيقروك في الجسم إلا من رحم الله، قول لها أنت أمنيتك شنو؟ ولك والله انا جايب لي اكسل يوميا خاشبه المنطقه، ده ما موضوعه كله، لانه زول مسكين تعبان تعبان، نحن تعبانين كدايسنا ذاته تعبانه فهمت، الكلب ذاته عشان يهوي الا تسمعه بعد 4 ايام تقول قاطع شاحن ولا حاجه، هو الساكت فهمت. فما دال ما بحلوا عليك، شفت التنظيمات دي تنظيمات تشيلني ونشيلك عشان نقيف، ما بسوا حاجه، الكيزان كلهم فرتقهم، مسكوا حزب الامه بقوا لك 5 كلهم ينضموا، افتكر وانبسق وتبلورت ثم خرجت ثم تبلورت امرك حزب جديد، تبلورت ثم خرجت حزب الامه الفيدرالي جناح نهار جناح مسار حزب الامه القومي كتار جدا فهمت، زي ما قال واحد ادروب قال حزب الامه قاعدين جنب الدايات يوم يجيبوا لنا حزب جديد، هو الساكت هوس فهمت. الاتحادين 3 ولا 4 هيئات ومرجعيات ما اعرف ليك شنو كده، انصار السنه مشققين 12 فهمت، مين ما عارف ليك مشققين كله هوا ساي،
كان هنا في ناس بيقولوا ان احنا العرب ناصريان نفرين بس، فهمت؟ ومعاهم واحدين بعسيين والعروبه وما عارف لك نحيي العروبه، فاتوا ذاته ولا مشوا ما بعرفه، فالكذان ده فرتقوا لك التنظيمات دي لانها تنظيمات ما عندها مبدا، ما عندها مبدا وما بتقدم لطالب الجامعه دي حاجه يستفيد منها. ونحن بندعوك من هنا ما تنتمي لاي تنظيم ولا جماعه ولا حزب، ولا نحن داعينك لانتخابات، ولا جايين نتكلم للناس عشان نكبر كومنا والناس يجي يخشوا معانا. انا دارين نبلغ للناس دعوه الله سبحانه وتعالى. كل التنظيمات دي داره منك حاجه، فهمت؟ لكن احنا دارين نبلغ لك دعوه الله سبحانه وتعالى عشان تعرف الحق من الباطل، فهمت؟ والا لو الهوى ده سمح وقله الادب سمحه، ما نحن ذاته ما نحن ما بنعرف نخلط يعني. انا عندي موانع بتاعت خلط، في مانع يعني، ها في عقبات، ها في يعني ما بعرف اتكلم يعني. انت قلنا انا ميد ان تشاينا ولا شنو؟ ما قاعد معاك في السودان ده، فقله ثلاثه موجوده. لكن يا اخواننا نحن كمسلمين بيضبطنا دين، نحن كمسلمين بيضبطنا دين، احنا ما مفكوكين ساكن. ودي الدعوه الدائره تدعوك لها التنظيمات، ناس الشيوعيين الذين يقولون، ناس الجبهه الديمقراطيه اللي بيقول قال باي معنى ننكر الاخلاق وننكر السلوك بالمعنى الذي تبشر به البرجوازيه التي كانت تشتق هذه الاخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع اننا لا نؤمن بالله. وزي الترابي هنا انا جايب الجريده بتاعته، قال كونك تصافح المراه ما فيها حاجه، ودي زي اختك وكده، فهمت؟ وكلام كثير، ناس بيدعوك لقله الادب. في البيان الشيوعي اكبر وثيقه للشيوعيين في العالم، قالوا وغايه ما يلام عليه الشيوعيون، ده قال اكبر حاجه ممكن يلوموا بها الشيوعيين، انهم يريدون اشاعه صريحه رسميه للنساء بدلا من 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 الاشاعه المغطى بالرياء والمداجه. وزمان ناس لين في الحركه الشعبيه وعندهم كادر اسمه يانغ ماثيو، ده بيشتغل مع النصارى بيشتغل مع الشيوعيين، كويس؟ ده كان بيتكلم للمسلمين يقول لهم ليه البيت المسلمه في السودان عندنا، قال لما تقعد في الجامعه هنا ليه بتتضمضم؟ قال تتضمضم كده ليه؟ قال ما تتفشخ، تتفشخ قال لانه عفن وسخ وسافل، فهمت؟ زي ياسر خرمان ذاك برضه قال عنده اعتراض على حد الزنا. عواليك شيوعيين قاعدين هنا مقرمين، واحد تلقاه قاعد في الجامعه قبل ما يزرعوا الشجره دي، فهمت؟ لو سالت القرود ديل يقول لك ده كرهنا الشجر ذات، شغال خلق كملوا النجاي، جزاهم الله خير. هسه الشغله بقت فيها بطاقات عشان تخش شويه كده النجيله يا دوب قامت، لكن لو رجعت سنين لورا النجيله دي ما بتشوفها ذات، قطعوا النجايل وحتوا النبق ونططوا القرد لانه ده ابوهم ذات، وده موضوع طويل شوي عندي. فده هوس، فهمت؟ فنحن بنجي نوريك الكلام ده بكتب عشان انت تستفيد وتوري المجتمع بتاعك عشان الناس يستفيدوا. لكن لو قعدت تباري التنظيمات دي والله ما تستفيد منها ايش، ما تستفيد منها ايش التنظيمات دي. طيب قال التكفيرين ديل المرقوا في مصر، القرضاوي قال لك وقد رد عليهم مرشد الاخوان المسلمين الثاني الاستاذ حسن الهضيبي وهو في السجن بمقولات املاها صدرت بعد ذلك في كتاب دعاة لا قضاة. ومما اعتمد عليه هذا الفصيل اللي هم التكفيريين اللي مرقوا منهم ناس داعش والخرجوا منهم، شوف الاخوان المسلمين مرق منهم حزب التحرير، مرق منهم الكيزان ديل شعبي وطني، مرقوا منهم ناس داعش، مرقت منهم جبهة النصرة التكفيرية، مرق منهم تنظيم القاعدة، ديل كلهم مرقوا منهم ناس عبد الحي يوسف السرورية، ديل كلهم مرقوا من كتب سيد قطب. ونحن نتحدى واحد من الجماعة ده اللي يجي يناقشنا في الكتب دي في الكلام ده. قال ومما اعتمد عليه هذا الفصيل ظاهر بعض كتاب الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره الشهير في ظلال القرآن وما اختصره منه في كتاب معالم في الطريق، وقد كتب ذلك بين جدران السجن فول ستوب. بعد ذلك قال وهؤلاء امتداد لجماعة الخوارج الذين صح الحديث في ذمهم والتحذير منهم من عشرة أوجه، وقال الرسول الكريم عنهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ومع هذا وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الذم الشديد من أخو مسلم للأخوان المسلمين إنهم مرقوا من كتب سيد قطب، فهمت؟
عشان ما الناس تاني يجي يتكلم عن انه السلفيه هي التكفيريه والسلفيه والسلفيه، نحن ما تكفيرين، ديل التكفيرين، فهمت؟ وجماعه الاخوان المسلمين تاسست سنه 1928، احفظوا التاريخ ده كويس، 1928، وكانت باسم الاخوان الحصافيه لانه كانت تابعه للطريقه الحصافيه الشاذليه الاسماعيليه القادريه، ده ترتيب تصاعدي يعني نهايتها في الطريقه القادريه. وانا جبت الكتاب بتاع مذكرات الدعوه الداعيه لحسن البنا اللي هو بيقول انه زمان قال نحن كنا في الطريقه الحصافيه بنمشي الموالد، كان صوفي، كان صوفي حسن البنا الاخ المسلم مؤسس جماعه الاخوان المسلمين كان صوفي، وبقول نحن بنمشي الموالد وبنمشي لقبور قبر قال الولد بتاع الطريقه في دمنهور، وقال بنحضر المولد ونحضر الحضره النبويه ونقول هذا الحبيب مع الاحباب قد حضر فسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني قال الرسول جمع الاحباب وقال سامح الكل، الناس كلهم قال سامحهم فيما قد مضى وجرى، وده شرك كفر يا حسن البنا لو بتفهم، ده شرك كفر، لكن نحن ما بنكفره لاننا ما زي ناس يضغطوا بديل، فهمت؟ هو ضال منحرف مبتدع دي ما فيها شك، لكن ما بنكفره. فده قال الرسول قال بيغفر الذنوب، زي ما ده قال احمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا كاشف الكروب، سلام عليك يا غافر الذنوب. وكاشف الكروب هو الله، ربنا قال واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا فلما نجاكم الى البر عرضتم، وربنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف شنو السوء، ده ربنا. واما مغفره الذنوب ربنا قال ومن يغفر الذنوب الا الله، اي لا يغفر الذنوب الا الله. فدي جماعه بدت بالشرك دي وبدا دار يلملم الناس. طبعا من اعظم قواعد حسن البنا الدائر يهدم بها الشريعه الاسلاميه مساله تجميع الناس، يقول لك انت صوفي بتنادي غير الله، اي نحن طبعا لابد من الغايات الكبرى والقواسم المشتركه، اخلعك بوهمات زي دي، فهمت؟ القواسم المشتركه والهموم الموحده، ولا بد من ارضيه مشتركه وان ننطلق في الثوابت المحدده، وهو الساكت ما في اي ثوابت، يجيب الصوفي يجيب السلفي يجيب الانصار سنه يجيب غيرهم كلهم داري لملمهم الاخ المسلم. عشان كده قال ان دعوتكم ايها الاخوان المسلمين هي حقيقه صوفيه وهيئه رياضيه ما اعرف ليك شنو كده اقتصاديه وتظاهره شنو ما عارف وجماعه سلفيه وشنو كده طريقه سنيه الى اخر ما قال. وده كلام باطل لانه ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما بيجوز يا اخواننا الناس تجتمع وتسكت، وربنا قال ولا تكونوا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك يا اخواننا الناس المفروض تعتصم بدين الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ ده من اعظم المؤسسين او ده المؤسس الاول لجماعة الإخوان المسلمين. من أكبر شيوخ الإخوان المسلمين واللي بيعتمدوا عليه الإخوان المسلمين أكثر من حسن البنا الآن سيد قطب. سيد قطب وده أصلا كان إنسان ليبرالي أو علماني، وبعد ذاك انقلب وزعم إنه إنسان إسلامي، زعم كده وقال بيفسر القرآن بهواو، فهمت؟ وكل الضلالات والشركيات التي عرفها التاريخ والتي عرفها المسلمون في التاريخ تجدها عند هذا الرجل المسمى بسيد قطب. زول بيشتم الأنبياء وينبذ الصحابة ويكفر المسلمين شت، وينكر أمور واضحة في العقيدة زي استواء الله على العرش وينكر العرش ذاته، فهمت؟ ويقول القرآن مخلوق مخالف لإجماع العلماء ولكلام الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ وبعد ذاك يجي يمدح يأصل كلام الصوفية إنه أنت ممكن تبقى الله ذات، وأنا جايب معي الكتاب، فهمت؟ وبعد ذاك يأصل للكلام بتاع التراب، أنت قال كلام التراب ده جايبه من وين؟ الكلام بتاع التراب بتاع رد أخبار الآحاد، والكلام بتاع إنه ما في عذاب قبر، والكلام بتاع إنه عيسى ما نازل، والكلام بتاع
غيره من الأمور إنكار السنة وغيره، ده جابه من سيد قطب، سيد قطب في تفسير سورة الفلق والناس. وده زي ما تقول حاجة عامة، لكن ممكن نخش في بعض الكتب بعض التفاصيل، وحتى الكتب الأشار لها الزول ده الآن موجودة معنا. طيب نحن نفتح فرصة للمداخلات، ولو ما في فرصة نواصل في كلام، فرصة مفتوحة. الغريب التنظيمات بقت تجي من برنا ده ويحضروا، والواحد تلقى يضحك ويفوت، أنا ما أعرف ليه، في شنو يعني؟ قاعدين تلقاهم ولا ما قاعدين؟ تلقاهم قاعدين. أنا أخواننا أعتقد لي عقيدة، عقيدة أعتقدها، والعقيدة دي أخاف إنه أدافع عنها، ده كلام ذاته عجيب. أنت لو شاك في الموضوع ده مات والله ما بعتقده. لو أنا ما معتقد إنه منهج السلف ده المنهج الحق، وهذا هو الإسلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس تابع لأحد من الرجال، وإنما هو الإسلام الذي نزل من السماء، ما بدافع عنه، ولا بجي هنا أقول للناس يا ناس خشوا في الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمشي بشوف لي موضوع تاني، فهمت؟ لكن زول يكون تلقاو لو شعبي واحد تلقاو شيخه قال له إمامة المرأة، قال المرأة تصلي بالرجال، ده الترابي. والكلام ده 2006 قالوا في الميدان الغربي بيجاي في هندسة، 2006 جابوا الشيوعيين عشان في زعمهم يضرب لهم الدين، وما بتقدر لا انت لا الترابي يا شيوعي، فهمت؟ جاء قال لهم المرأة تصلي بالرجال، ما فيها حاجة، مع انه بقول ما بنقبل اخبار الآحاد وحديث الآحاد. طيب حديث صلاة المرأة اللي بتعتمد عليه وفهمه انت غلط، حديث آحاد مش حديث آحاد ساي، ده اسمه فردي غريب واحد، وبعض العلماء طعنوا فيه، وإن كان الصحيح إنه هو حديث صحيح، إنه أم ورقة كانت تؤم نساء أهل دارها. قام الترابي قال لها وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤم نساء أو تؤم أهل دارها، قال الدار كدارفور ودار حامد، فمعناها الناس كلها تصلي وراء سمية أبو كشوة أو تصوي وراء سعاد الفاتح ولا غيرها من الكوزات، تجي تصلي بينا هناك قدام. وده فهم بليد، ده فهم بليد، لأنه لو كان معناته تؤم أهل دارها، والدار معناه زي دارفور، دارفور أكبر ولا المدينة النبوية؟ أكبر دارفور، معناه الرسول ذاته بصلي وراء المرأة دي، معناه ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي. اتخيل مش 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 امرأة تكون قاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراء، لو في صحابي تاني أو بكر الصديق أو عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بيجاي، منو من الصحابة بيخلي الصلاة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تعدل الصلاة فيه 1000 صلاة 1000 صلاة، منو يخلي الصلاة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي صلاة وراء صحابي تاني؟ خليك من انه تكون أم ورقة رضي الله عنها، فهمت؟ بعدين الصحابة ما كان بيخلوا الصلاة في المسجد عشان يمشوا يصلوا وراء أم ورقة في البيت، فهمت؟ ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. قال حتى إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شوف الصحابة دين كان بيحافظوا على الصلوات في جماعة كيف، يجي الترابي يقول لك كان بتؤم أهل داره. وبعد ذاك العلماء زي ابن حجر جاب رواية أنها كانت تؤم نساء أهل دارها، فكون المرأة تؤم النساء ده ما فيه حاجة. وحتى لما تؤم النساء العلماء قالوا المرأة تقف في وسط الصف، لكن الترابي في لقاء طارق كبلو قاعد في اليوتيوب، مذيع اسمه طارق كبلو، قال له يا شيخ انت قلت المرأة تصلي بالرجال وكذا والكلام ده كيف؟ قال طبعا انا اعرف يعني وهناك الحساسيات وكذا، وما ممكن المرأة يعني تقف قال مع الراجل، لكن تكون في مسافة، تكون في مسافة ليه؟ ما هو قال الإمام بيقول لك الكتف مع الكتف والقدم مع القدم والمنكب مع المنكب يستوي الصف، ولا انت دار لا تجعلوا فروجات للشيطان، ولا انت دار تخلي الشيطان، والترابي دخل لك الشيطان قبيلك، فهمت؟ الترابي دخل الشيطان قبيل، والشغله دي لو دورت تلقى الشعبين ديل تشت ماسكين الصف الاول، لانهم ناس عطاله ومجارم، فهمت؟ تلقاه يقول لك الليله، يقول لك هالليله الصلاه معمنون ليله، صلاه معمنون، يبقوها زي الفن، شوف الاستهتار بالدين ده كيف، فهمت؟ وقال لا باس انه مرأة تكون كبيره في السن وعالمة، قال لا بأس إن تصلي بالناس، قال حتى الجمعة، قال
فهمت يعني تطلع المنبر فوق إن الحمد لله كشكش والغويشات الضاربا تكون قاعد تحت. ده الدين بتاع الترابي فاشل عاطل ومجرم، وربنا سبحانه وتعالى ريح منه البلاد والعباد والجراد والنمل. فهمت؟ رحمة من الله كون الزول ده هلك. والله أنا لو ما كنت في السوق العربي لما سمعت أنا باموته كان سجدت سجود شكر لله. فهمت؟ في واحد شعبي الكلام ده غايز، والفرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة مفتوحة. شعبيين، شيوعيين، كيزان، حزب أمة، ناصريان، الناس دي مشت وين؟ ها؟ شيوعيين وينهم؟ وين الشيوعيين؟ ناس والله نحن مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة. ها؟ تعرف بيقولوا والله نحن مع الطيور ليه؟ لأنه عندهم كولين شين، معلش أنا بقوله ليكم. لكن ده من باب عرفت الشر لشر. ها؟ ده أيوة ده ديل عندهم كولين، برضو المستغلين عندهم كولين. طبعا أول حاجة عشان يوروك إنهم ناس مناضلين وعندهم يعني اهتمام بهموم الناس والشعب وكده، أول حاجة الواحد لما يبدأ المنبر بيقول لك التحية لستات العرقي وستات المريسة. المستغلين مرة نحن شغالين معانا موازي في جامعة النيلين قانون قبل سنوات، واحد والناس واقفة كلها كده، ناس كلهم سودانيين بنعرفهم من الشكل الظاهر، فهمت؟ قال التحية لبايعة المريسة التي تمارس بالليل الدعارة، قال وتنجب أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. والله قلت لهم يا أخواننا زول يخش مع العلمانين ديل واتحلال عديل يطلعوا واتحرام، فهمت؟ ما لكم الأحزاب زي دي؟ ما لكم الأحزاب زي دي؟ فكل ده شغل بتاع هوس. فرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة مفتوحة للنقاش. رأيكم شنو يا شيوعيين؟ الشيوعية دي كفر وإلحاد، والشيوعية ما عنده أي علاقة مش بدين، بلا ديان شت ما عنده علاقة. تعرف الشيوعيين ده عندهم جريمة بتاعت ردة؟ ها؟ كونك تدخل حاجة جديدة في نظريات ماركس دي بيعتبروك أنت مرتد في الشيوعية. عديل، عشان تعرف إنه ده دين ذاته، الشيوعية ذاته دين. الشيوعية ذاته دين، طبعًا ما يشترط للدين يا إخواننا إنه يكون دين حق. فرصة مفتوحة للمداخلات.